وتحية الفريقين في الملعب رقم واحد بيرت سيفيا سيون إسبانيا من أندلسية سيفيا وحرية القنيطرة من مدينة قنيطرة. في الملعب التالي اتحاد طنجة وفريق شفشاون سبورتين شفشاون. وقبل أن نقول محط موفق للجميع لا بد وأن نشيد بالأداء الجميل لهؤلاء حكام الشباب الذين عزلوا مدرسة التحكيم بعصبة الشمال لكرة القدم واللي كنتمناو لهم إن شاء الله مشوار جيد خلال مشوارهم التحكيم. والشكر موصول كذلك لجميع الحضور وللجنة التنظيمية وللمتطوعين. وأدعو كذلك لاعبين الفرق التي لم تدخل بعد إلى الميدان أن تلتزم بعدم دخول إلى المستطيل الأخضر وحتى